هو اكو صار نوع من اللغط على الانتاج هذه السنه لاسباب جدا عديده، واللي ينتقدون على الفيسبوك طبعا ممكن تقسمهم الى ثلاثه واربع انواع. يعني في ناس لانه ما حصلوا فرصه فينتقدون الفنان الأعمار. يسقط الفنان يقوم يسقط بالاخرين. في ناس لا، يعني اكاديميين مضبوطين ويجد انه اكو اخطاء معينه، مثلا من يجي يقول لك اكو حركه الكاميرا ببنات صالح بها زوايا هيك وبها ما ادري شنو، هذا يحكي من منطلق فني. وفي ناس صاروا نقاد على الفيسبوك بالالاف ما تعرف منو هو. يعني اكو واحد ما اعرفه اصلا، اني ما اعرفه، اني مؤرخ مال سينما العراقيه وسنين، واحد يجي على الفيسبوك كل الاعمال دمرها. احنا نفتقد ليش هالسنه الاعمال كلها مقتبسه؟ يعني حتى الاعمال الوطنيه اللي هي مثلا وطن شخصية وطن مقتبسة من الكوميكس الأمريكي. وطن هي عبارة عن سوبرمان، باتمان، سبايدر مان عراقي. واليوم اعترف مهند أبو خمرة قال أنا من طفولتي، أنا هاي أول حلقة من صارت من قتل أول مجموعة قلت لهم هذا سوبرمان، اعترف قال أنا من طفولتي كنت أحب أن أقدم وحدة من شخصيات الكوميكس الأمريكية وقدمتها بهذا الفيلم. تيجي بنات صالح معروف ماخوذ عن مسلسل لا يا ابنة العزيزة، حتى الكادود ولو موجود ماخوذ عن مسرحية ألمانية مشهورة زين. أو تصورت في فيلم مصري زين. احنا عندنا كتاب بقيمة مثلا صباح عطوان لأنه موجود يمنا، أقول أذكر أول اسم ما أكلفه بكتابة نص محلي، ألجأ للاقتباس. بس هذا لا يعني انه قدمنا اعمال مو كلها يعني. لا تفسيرك لاقتباسنا لهذه الاعمال هو اعتقد الاستسهال. اعتقد الاستسهال، يعني بعض الكتاب بمكان ما يدوخ نفسه ويبحث عن فكره ويبحث يجي فكره جاهزه بس يعرقها يحولها الى عمل عراقي.